نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في أشخاص تخاصموا على أشياء من الدنيا، يعني انتهى الأمر فإنهم لم أحد يسلم على أحد، يعني شهر أو شهرين أو سنة أو 3 سنين أو أكثر، فيجي الإنسان الثاني هذا اللي زعلان عليه ما يسلم عليه ولا يأكل معه ولا يجلس معه ولا يعني حاجرة حجر. فما رأيكم هذول الأشخاص من قرابتي أنا وما يترتب علي أنا نحوهم يا شيخ؟ فجزاكم الله خير. أقول إن هذا عمل سيء من كبائر الذنوب، فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والشحناء والعداوة والبغضاء هذه من إلقاء الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني وكذلك غير الخمر والميسر. والشحناء بين الناس يمكن أن تكون مانعا من الخير، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فينظر عز وجل، فإذا كان بين الناس شحناء وعداوة قال عز وجل: أنظر هذين حتى أصطلحا. وكذلك أيضا ورد أن الشحناء تمنع بركة ليلة القدر، وأنه لا يغفر لاثنين بينهما شحناء وعداوة في هذه الليلة العظيمة. فالواجب أن تسعى للإصلاح بينهم، تسعى للإصلاح بينهم ولو اقتطعت شيئا من مالك من أجل هذا، لأنك سوف تكسب 3 فوائد. الفائدة الأولى أنك تبذل مالك في طاعة الله، الفائدة الثانية أنك تصلح بين 2 من المسلمين، الفائدة الثالثة أن تكون سببا لصلة الرحم، لأن هؤلاء أقارب، فإذا أصلحت بينهم أزلت الشحنة والعداوة ثم جعلتهم يتواصلون فتكون أنت السبب. فأحرص جزاك الله خير على أن تسعى بينهم بالإصلاح ما استطعت ولو بشيء من ذلك.